كريبتو مايننغ فارم احسن شركات تعدين البيتكوين التي توجد على ارض الواقع يا اخي، مقرها في تايلاند كما اقولها وكرها دائما. انظر بنفسك، انا لي مدخول يومي قار في هذه الشركة، الحمد لله دائما اسحب منها اموالي بامتياز، لا توجد بها صيانة، لا توجد بها اي محسن يا اخي، شركة ممتازة وصادقة، الارباح قليلة لكن دائمة يا اخي، اجعل لك مدخول يومي في هذه الشركة. هذه النصيحة التي اقول لك، اشتري قدر المستطاع من المال والجيجاش في هذه الشركة لكي تصبح لك مدخول يومي يساعدك على حياتك اليوم يا اخي. على العموم لكي لا اطيل عليكم يا اخي، انظر هنا ساثبت لكم مصداقية هذه الشركة، لقد قمت بشرحها مرارا وتكرارا يا اخي، رابط الصح سوف تجده اسفل هذه الفيديو وسوف نبتق اليك في اخر هذا الدرس، قم بالنقر عليه كيف تقوم بالتسجيل في هذه الشركة. العديد من الاخوة المسجلين، لكن ضروري عليك يا اخي ان تقوم بشراء حوالي 20 جيجاهاش فقط لكي تسحب ارباحك اليومية يا اخي. نعم 20 جيجاهاش هو يعطيك 50 جيجاهاش مجاني، يعني 70 جيجاهاش يا اخي في هذه الشركة، راه شيء لا يعقل يا اخي والله يا اخواني. لا ربح ممتاز، 70 جيجاهاش من هذه الشركة راه ربح ممتاز، خير من تذهب الى موقع نصابة او شيء من هذا القبيل. على العموم درسنا سوف يكون اليوم ممتاز ان شاء الله. نعم ساجبد لكم مصداقية هذه الشركة، انظر وساريكم سحوباتي جميعها من هذه الشركة، لقد سحبت منها راه وصلت الى اكثر من 200 دولار في هذه الشركة، ولا زلت اسحب مدخولي اليوم، كل اسبوع اسحب من هذه الشركة. هذا هو المفهوم الذي اقترحه عليكم، اشتغل عليها واجعل لك مدخول يومي قار مدى الحياة او مدى المدة التي سوف تستعملها انت في الاستثمار في هذه الشركة الصادقة والمربحة. نعم كريبتو مايننج فارم، غير حياتك مع هذه الشركة. على العموم الان سوف اقوم بالضغط هنا، هكذا ضغط هكذا على واش دراو يا اخي. نعم ساقوم بالسحب اولا ومن ثم سوف اقوم بكيفية الاستثمار في هذه الشركة. الان يا اخي ساقوم بجلب المحفظة الخاصة بي، المحفظة الخاصة هي هذه يا اخي. نعم ها هي في الكوين بايمنت، انظر هنا هذه هي محفظة الكوين بايمنت، ساقوم بجلبها من هنا هكذا كوبي، وساقوم بلاصقها هنا، هي هذه يا اخي المحفظة على الشكل التالي هكذا، ثم اضغط هكذا على كونفيرم. نعم ويقول لي قم بتأكيد سحبك في الايميل الخاص بك، سوف اقوم بالذهاب الى الايميل الخاص بك سوف اقوم بتأكيد السحب لكي يصلني في المحفظة الخاصة بي. السحب يصلك في تمام دقيقة، نعم سوف تجد كل شيء بام عينك يا اخي. على العموم انظر، نعم اخي هذا هو الايميل نعم الخاص بي، انظر هنا يقول لي قم بتأكيد السحب. نعم سوف اضغط هكذا على كليك تو كونفيرم يور واش درا، وسوف ينضاف هذا المبلغ، سوف ينضاف الى محفظتي في الكوين بيمنت، انظر هنا هكذا على الشكل التالي، انظر هنا الحمد لله لقد توصلت بسحبي، انظر هنا هو يقول لك سوف يتم في 24 ساعة السحب، لكن هو يصلك في 2 دقائق او دقيقة يا اخي سوف تجده في المحفظة الخاصة بك عبر الكوين بايمنت يا اخي، احسن محفظة. الحمد لله هكذا يكون العمل، هكذا انا انصحك بكي تتحصل على مدخول يومي قار. انظر هذا هو المبلغ يا اخي، حوالي 30 دولار يا اخي، نعم 30 دولار، الحمد لله لقد سحبت منها الكثير الكثير هذه الشركة، ساريكم سحوباتي كلها من هذه الشركة، انظر هنا انظر هنا هذه سحوباتي، انظر كلها كومبليت، انظر هذا هو السحب، هذا والسحب، هذا السحب، هذا السحب، هكذا يكون العمل. نعم تبحث عن عمل، قم بالاشتغال في هذه الشركة واجعل لك مدخول يومي قار او اسبوعي في هذه الشركة، قم بشراء وحدات التعدين قدر المستطاع التي تصل انت اليه. نعم كلما كانت قوة التعدين كبيرة في هذه الشركة كانت ارباحك كثيرة، الحمد لله على كل شيء. الان سأريكم كيفية الاستثمار في هذه الشركة، اولا ما عليك الا الضغط هنا هكذا، نقوم بالرجع الى الشركة اولا هكذا على عبر الشكل التالي، ثم نقوم بالضغط هنا على ديبوزيت فاند يا اخي. نعم على الشكل التالي، انظر هنا الموقع يقول لك انه به خصائص، اما ان تستثمر في 3 اشهر، اما ان تستثمر في 6 اشهر، ام تعمل على مدة العام، ام على 3 اعوام، ام على 15 عام، ام مدى الحياة. نعم اذا كنت سوف تختار 20 جيجا يا اخي فاستثمارك سوف يكون
عبر مدى الحياة. نعم، مثلا أنت تريد شراء 20 جيجاهاش، قيمتها 20 جيجاهاش، أين قيمتها؟ هي هذه أخي بالبيتكوين. نعم، قيمتها هي هذه بالبيتكوين. نعم، سوف نذهب إلى محفظة في إلى موقع التريفل كي نعرف قيمة هذه 20 جيجاهاش، والموقع يعطيك 50 جيجاهاش مجاني عند التسجيل. نعم، هكذا أقوم بعمل كوبي لهذه الرقم. هكذا هذا هو البريف لكي نعرف كم قيمة 18 دولارات. نعم، 20 جيجاهاش ب18 دولارات، والموقع يعطيك 50 جيجاهاش، يعني 70 جيجاهاش يا أخي. 70 جيجاهاش أرباحك اليومية ستحصل عليه على الشكل التالي. هكذا هذه أرباحك اليومية يا أخي مدى الحياة من هذه الشركة. أنت دائما قم بتطوير نفسك في هذه الشركة، كلما اشتريت كلما قمت بالسحب الأرباح الخاصة بك قم بإعادة شراء وحدة الجيجاهاش. هذا هو المفهوم الذي أعطيك إياه لكي تكسب منه الكثير الكثير من الدولارات في القادم إن شاء الله. نعم، هذه الشركة تستعمل هكذا، مثلا تبدو شراء هكذا على الشكل التالي 2000 جيجاهاش أو شيء من هذا القبيل. هذا هو المنطق الخاص بها يا أخي، وهذه أرباحك اليومية. كل هذا الشيء مضمون يا أخي. نعم، أنا أعمل على خطة العام هكذا. مثلا أنا خطة العام على الشكل التالي، أقل حاجة هي 1000 جيجاهاش. نعم، أقل حاجة للشراء هي 1000 جيجاهاش. مثلا تريد شراء 2000 1000 جيجاهاش، مثلا 1000 جيجاهاش بهذا القدر يا أخي. نعم، سوف تعطيك دولار واحد في اليوم يا أخي لمدة سنة. وراء شيء لا يعقل يا أخي، يعني 360 دولار سوف تحصل عليها في سنة واحدة. وكلما قمت بسحب، أنا نصيحة من عندي، إذا كنت تريد الربح أكثر قم بسحب الأرباح وقم بإعادة شراء وحدة الجيجا. هكذا سوف تحصل على الكثير الكثير من الأموال إن شاء الله مع هذه الشركة، لأنني شرحت فيها الكثير الكثير من الدروس اللي في هذه الشركة الممتازة كريبتو ماينينغ فارم. على العموم، مثلا نحن سوف نقوم بشراء مثلا 500 جيجاهاش أو شيء من هذا القبيل. نعم، ثمنه هو هذا يا أخي. نعم، مثلا تريد الشراء هكذا حتى 10000 جيجاهاش، فهو ثمنها بهذا الشكل. نعم، مثلا نحن 5000 جيجاهاش هكذا بهذا الثمن يا أخي. نعم، خير من تذهب إلى مواقع الصواب أو شيء من هذا القبيل. هكذا هذا هو العمل عبر الانترنت. نعم، نقوم بالضغط هكذا على باي ناو. نحن اخترنا مدة سنة واحدة، أنت قم باختيار المدة التي تناسبك. نعم، التي تناسبك. نقوم بنسخ هذه الادرس هكذا، نعملها كوبي ونذهب الى المحفظة الخاصة بنا ونرسل لهم هذا المال في هذه الادرس يا اخي، وحنا قمنا بالاستثمار في هذه الشركة الممتازة. على الاقل يا اخي قم بشراء 20 جيجاهاش، حتى لو لم يكن لديك اموال قم بشراء 20 جيجاهاش زائد 50 جيجاهاش المجاني الذي يعطيك اياه الموقع، سوف تحصل على ربح كثير يا اخي. الحمد لله، كذا اعمل انا. الان ساتطرق الى هل وصلني السحب. نعم، سأريكم سحوبتي من هذه الشركة. انظر هنا اين هي محفظة اكوان بيمنت، وهون هكذا سأقوم بالرجع الى المحفظة الخاصة بي عبر الشكل التالي. انظر يا اخي، لقد توصلت بالاموال. الحمد لله، لقد توصلت بها الحمد لله. انظر هنا، انظر الحمد لله. سأريكم سحوبتي في هنا، اين هنا سأريكم، انظر هنا اخر سحب لي. انظر هنا، ها هو يا اخي، انظر. الحمد لله، والله اخوان، لا شركة ممتازة وصادقة. دائما انا ادلك لكي تستفيد من هذه الشروحات، لا تبخل عليها.